زي ما كنت بتكلم في بداية الحلقة، حقيقي مصر والحمد لله الفترة الأخيرة بتبهر يعني العالم، خليني أقولها بالمصطلح ده فعلا، بالمواهب الرياضية الموجودة عندنا. وتاني هرجع أقول بأقل الإمكانيات، وهتكلم تحديدا عن الألعاب الفردية المختلفة ومن سن صغير جدا، وشفنا ده كتير كتير في بطولات كتيرة. من ضمن المواهب دي زي ما كنت بنوه في الأول عنها شاهد عمرو، هي الحصلة على ذهبية الجمباز في كاس مصر، ولو أقول لكم كم الميداليات اللي احنا حطينا وهي عندها كلها على بعضها 10 سنين. فشاهد منورانا ومعاها والدتها طبعا الأستاذة حسناء الطاهر. بونجور وصباح الفل، وحاجه مشرفه جدا. انا كنت بسال حضرتك يعني عندها كم سنه على كل الميداليات دي، فلا نسمع بقى قصه من الاول. هي صراحه لسه مكمله 10 سنين من يومين كمان يوم 16/7. ابتدت من سن كام لو هي 10 سنين كنت حريصه تحديدا اشمعنى عن او على الجمباز؟ بصي، هو لو رجينا نتكلم ابتدت امتى، يعني من سنتين. لا بجد والله بتحب الجمباز يعني من هي بيبي، يعني كانت بحسي بقى بتعمل حركات في البيت، تتشقلب بقى في جراند كار لازقه على الحيطه كده، فحسيت انها حابه يعني الموضوع، فقلت لازم اشجعها ولازم امشي معاها المشوار ده. فلعبت يعني دخلت خدي عمل التيست في الهليوبلس واتقبلت ودخلت اول بطوله تحت 7 سنين، وجابت على طول يعني ذهب، ولعبت فردي تريو خماسي وجابت ذهب. يعني ما شاء الله التالنت عندها، ويمكن هي اللي خلتكم تاخدوا بالكم. وكانت صغننه يعني عارفه هي بتلعب يعني جسمها صغير وسنها صغير وكل حاجه يعني. شاهد احكي لنا بقى كده، انت بطله فعايزين صوت عالي بقى، عايزين الناس تسمعك، وانت بتفرج عليكي ملايين دلوقتي، خلي بالك انت عارفه ان الاهلاويه بالملايين. فاحكي لنا انت حبيتي الجمباز امتى، حسيتي ان عايزه اتمرن جمباز، عايزه ابقى بطله جمباز، خلي الناس بقى تسمع منك. من وانا صغيره حسيت ان انا بحب الجمباز. كنت في المدرسة بتلعبي في البي اي يعني؟ خلينا نعرف. لا، هو انا كان اخويا بيلعب جمباز. اوكي. فكان بيجي بيقعد يوريني حركات. فانا بقى من وانا بعد كده بدات اتعلم ازاي اعمل حركات، وماما ودتني الهليوبلس وعملت تيست ودخلت. ده احنا شايفين هنا، دي كانت فين بقى؟ دي في بطولة في 2021. ده جمباز ايقاعي بيسموه، بتلعب عارفه هي أيوة. اول دخله ليها وقدام جمهور دي طبعا كانت اول مره. لا لا لا، ما انا بقول برضو التمكن ده ما ينفعش يبقى اول مره. لا، هي اول بطوله ليها كانت في 2018. اوكي. كانت فين؟ كانت في المقاولين العرب، وحصلت وقتها على خدت الميدالية الذهبية. وبعد كده لعبنا في سموحة في اسكندرية، وبرضو لعبت فردي وتريو هناك وحصلت على ذهبية برضو. وبعد كده يعني بقينا بنلعب في اكتوبر في صالة الشباب هناك في اكتوبر، وفي المقاولين العرب، بس كتير لعبنا في اكتوبر. ولسه بقى احنا مش عارفين رايحين على فين، بس مش عارفه لسه الموضوع ممكن يفتح. لا انا مش عارفه شخصيا لسه، شاهد جالها عقد احتراف بره ولا حاجه هتوديني فين معاها، مش عارفه. بس حلو ان انت عندك برضو استاذه حسناء حته الاندرستاندنج ده، اللي هو انا بنتي تالنتد، انا ليه ما اشجعهاش؟ وفي قصه كمان ان هي صغيره، وقصه كمان ان ما شاء الله صغيره بس متميزه، بس عندها استعداد. بالظبط، هي المشكله عندها استعداد وحابه يعني عارفه. بعرض عليها تلعب رياضه تانية مثلا جنب الجمباز، دخلها سباحه، كونغ فو، اي حاجه، بتقولي لا خلاص هي فوكست على انا حابه الجمباز، لازم اتفرغ للجمباز. حلو جدا. بس من كلامها حضرتك عندك برضو ولاد تانيين في الجمباز. انا السنه دي عدت عليا سنه صعبه. لا نسمع بقى، احكي لنا بقى. ما شاء الله، رابعه ابتدائي السنه اللي هي مصر كلها بتتكلم عنها، وثالثه اعدادي. ده شهاده تانية هي. وابني في ثانويه عامه. لا ده كده كتير. ابني في ثانويه عامه. لسه هيخلص ان شاء الله يوم الخميس. ومين فيهم رياضي زي شهد؟ صراحه ما فيش ولا واحد فيهم فلح. دي مفيش ولا واحد يعني غير شهد يعني. بس عارفه ابني عملت له تنس فروسيه، عملت لهم تنس ريشه، اخر حاجه باسكت، بلاي ستيشن.
بلاي ستيشن وهم ولدين الكبار. اولادي ابطال في البلاي ستيشن يعني محدش يغلبهم. بس احنا شاهد بقى بنتكلم في بطل على الارض بقى موضوع تاني.